افتتح مركز الحظ الثاني بسيد البرنوسي بالدار البيضاء في 24 يونيو 2017، ويشكل نموذجا اجتماعيا تربويا هادفا يسعى إلى إعطاء فرصة ثانية إلى الذين لم يحالفهم الحظ في مجال التعليم والدراسة. وكذلك مركز الحظ الثاني بسيد البرنوسي يعطي فرصة للذين يعانون من الهشاشة والفقر والأمية. وتسيره جمعية للتدبير والتسيير برئاسة محمد أيدي الشو. وخلف هذا المركز نتائج جد إيجابية في التأهيل في إطار ورش شامل متكامل ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ومن ضمن المهن الموجودة هناك نجارة الألومنيوم والنجارة على الخشب والكهرباء والصباغة. ويشار إلى أن مركز الحظ الثاني بسيد البرنوسي يفتح أبوابه للجميع وبالمجان. هو مركز الحظ الثاني هو اسم على مسمى، فهو فرصة ثانية بالنسبة للناس المنقطعين عن الدراسة، بالنسبة للأشخاص اللي هما خريجين المؤسسات السجنية، بالإضافة للأشخاص اللي عندهم واحد المستوى أقل من الأولى ابتدائي، حتى الناس اللي عندهم غير شهادة ديال المحاربة الأمية، فإحنا كنحاولوا أنهم نستقطبوهم، كنعاودوا كيكون هناك دراسة بالإضافة لتكوين مهني. عندنا ثلاثة شعاب، هاد الشعاب هي اللي كتحكم في الشروط، كتحكم في السن، كتحكم في المستوى الدراسي. ومثلا شعبة كهرباء البناء فكيطلب أن المستفيد يكون عنده المستوى السادس ابتدائي. نجارة الألومنيوم كيطلب أن تكون عنده غير شهادة محاربة الأمية لكي يستفيد من نجارة الألومنيوم. والصباغة والديكور نفس الشكل. السن لأن المركز فيه برنامجين، برنامج تربية غير نظامية وبرنامج تدرج مهني. فبرنامج تربية غير نظامية كيشترط في السن من 14 سنة حتى 25 سنة، أما برنامج تدرج مهني فهو كيشترط في السن من 16 سنة حتى 30 سنة، يعني كيكون السقف ديال السن مرتفع على برنامج تربية غير نظامية. وهناك الإناث بحال الذكور ولا تقتصر على غير الذكور؟ لا، بطبيعة الحال عندنا الإناث وعندنا الذكور، فبالرغم من أن المهن كتبان هي ذكورية بالدرجة الأولى إلا كتستقطب بعض الفئات الأنثوية. عندنا بعض الشابات اللي اختاروا مثلا كهرباء البناء، كاين اللي اختاروا نجارة الألومنيوم، ولكن الأغلبية كيمشيو للصباغة والديكور لأن كيكون فيها واحد الحس أنثوي، مثلا الرسم والفن وغيرها من الأمور. واش كاين تقريبا كاين عدد كبير ولج لهذه المؤسسة ولا غير واحد العدد قليل بحكم أنها جات في واحد المنطقة شوية معزولة على واش كاين واحد الإقبال؟ لا، هو كاين واحد الإقبال بالعكس، لأن المركز جا في وسط الحي الصناعي، فالمركز كيستافد من المحيط ديالو، خصوصا لأن من شروط المركز أن التدريب المهني كياخذ 80% من التكوين، يعني 20% كتكون نظري و 80% كتكون تطبيقي. فالوليدات اللي عندنا هنا، عندنا ولاد دواور اللي كيكونوا في لونتوراج، زائد ولاد سيدي البرنوسي، زائد الناس اللي كيجيو من سيدي مومن، بالاضافه الى كاين هناك شراكات مع دار الاطفال ديال سيدي البرنوسي وجمعيه بيتي. فالعدد كيكون سنويا ما بين 150 160 وغادي في الارتفاع. قربت سنة، خمس سنوات الحمد لله، بدات اول فتره تكوينيه تدريبيه للمستفيدين من مركز الحظ الثاني سيد البرنوسي، واللي تنعتبره واحد طفره، واحد العمل نوعي بالنسبه للعمل مقاطعه سيد البرنوسي، نظرا لان اول تجربه على مستوى التكوين بالتدرج المهني بالنسبه للعمله مقاطعه سيد البرنوسي. ولله الحمد العدد المستفيدين لهذه القرابة الخمس سنوات وصل واحد العدد ديال 700 مستفيد، بالتالي هذه تنعتبرها واحد العمل جبار اللي قام به مكتب الجمعية، وايضا المشرفين على المركز، وايضا العاملين بكل الاطياف ديالهم داخل المركز، لان كانت الحمد لله واحد حب العمل ديالهم، واحد نكران الذات في سبيل انجاح هذه البادره او المبادره. ومن هذا المنبر هذا تنشكروا عمله مقاطعه سيد البرنوسي على راس السيد العامل والقسم العمل الاجتماعي على المجهودات اللي تقوموا بها خدمه لهذا السونتر، لان الحمد لله من خلال
من خلال التجهيزات وايضا البنيه التحتيه كانوا صاهرين ومواكبين هذه العمليه. بالتالي تنوجه الشكر موصول لوزاره التربيه الوطنيه والمكتب التكوين المهني على الحضور ديالهم وفي اطار اتفاقيه الشراكه المبرمه اللي حصل من خلال المستفيد على دبلوم تتاهلوا لولوج سوق الشغل في اطار واحد العمليه ديال التتبع اللي تقوم بها الجمعيه من خلال احداث تعاونيات احداث مقاولات واحداث مقاول ذاتي باش تكون واحد القيمه مضافه للمستفيد ان المستفيد ما تحصلش فقط على الدبلوم اللي تتكون فيه برنامج تكويني وبرنامج تدريب ميدانيه في اطار خرجت الاشاره لحسن حظ مركز الحظ الثاني سيد البرنوسي انه يقع داخل مجموعه من الشركات في الحي الصناعي. اذا كانت واحد هذه نقطه ايجابيه للمستفيدين من برامج التكوين. والبرنامج التكويني تتضمن المراحل التاليه هي مرحله التكوين النظري، مرحله التكوين التطبيقي، ومرحله التدريب ميدانيه. إذن بالتالي هذا تنعتبره واحد المحطة تمر منها المستفيد. لكن بعد الحصول ديال الوليد عندنا تنسميه الوليد عندنا على ديبلوم ما تنعطيوش داك الدبلوم صافي وتمشي بحال ولا الحمد لله كاين واحد العملية ديال التتبع من خلال إحدى التعاونيات كما قلت سابقا إحدى مقاولات ومقاول ذاتي باش الحمد لله تتكون واحد الانطلاقة فعلية في سوق الشغل في إطار حرفية احترافية. سي اي تي شو بالنسبه للمركز الحد الثاني بسيد برنوسي بالنسبه للانجازات والحصيله وهل هناك جوائز بالنسبه لهذا المركز؟ بالنسبه للحصيله طيبه وطيبه جدا الحمد لله. العدد وصلنا لواحد العدد ديال المتخرجين اللي وصلنا السنوي بمعدل 120 متخرج سنويا. اذا هذا واحد الرقم اللي عنده واحد الدلاله خاصه ان 120 متخرج، 120 مقاوله ذاتيه، 120 تعاونيه، 120 اللي غتشتغل مستقبلا في القطاع الخاص. الحمد لله خدينا على العاتق ديالنا ان في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه الحمد لله هذه السنه هذا سيتم تزويد 35 من المستفيدين في اطار اللي عملوا المقاول الذاتي. غتتم التجهيز ديالهم باليات الاشتغال والعمل. ولكن الجميل والقيمه المضافه اللي كاينه في هذه العمليه ان المستفيدين من 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 هذه العمليه هذه دارت واحد التعاونيه سميناها الو حرفي. هذا الو حرفي هي واحد المنصه رقميه اللي من خلالها سيتم الاستفاده من الخبرات ديال العاملين في هذه المنصه باش هاد الوليدات يشتغلوا في اطار واحد الطلبيات او طلبات العروض من طرف الزبناء. اذا هذه واحد نقله نوعيه بالنسبه للمستفيدين من مركز الفرصه الثانيه الحظ الثاني سيد البرنوسي. بالنسبه له هناك من جوائز على مستوى هاد العمليه مثلا هاد العمليه تنسميوها نوع من التحفيز ديالهم من خلال اقتناء المعدات للشغل. اذا بالتالي فهذه تنعتبرها واحد المبادره اللي تتسهل لهم اولا الحصول على معدات على وسيله التنقل. اذا هذه واحد العمل اللي تنسميوه ديال 90% للمستفيد لولوج سوق الشغل. وحنا تنقولوا الحريفيه بعضياتنا تنقولوا الدوزان هو المعلم. اذا بالتالي ملي تتوفر ليه اليه الاشتغال فقطع واحد المرحله ديال 90% لولوج سوق الشغل. هذا حيت عجبني واصلا ما كنبغيش نكمل دراستي حيت على قبل بغيت ندير سميتو بروجي تاعي بغيت نخدم ونزيد اكثر ياك. وعجبني هاد السونتا هذا جيت تقيت فيه وعجبتني الدراسة تاعو في الدو وكلشي زوين فيه صافي. واصلا داي اللي كاينين هنايا ضايفين كلشي ضايف وهادشي اللي كاين كلشي بعدا غادي مزيان في هاد الامور هذا. اي والله شنو الصعبة دابا انت اللي كتقرا هنا؟ الضو شوية راسك الضو الضوء شنو يعني الحوايج اللي قريتي في الضوء؟ بزاف تاع الحوايج التيار الارضيه بزاف بسيطه بزاف اي حاجه. الحمد لله عندنا الاستاذ تا هو تيتعامل معنا تورينا اي حاجه تي الا ما فهمتيش تيزيد يفهمك كل شيء. اول ما دخلت المدرسه حتى عجبتني الدور ديالها وعجبوني المطار ديالها.